أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن توقفنا، لم ننتهي بعد من الامتحان. توقفنا في نصف آخر للاختبار. فهم المسموع، يعني الوظائف التي يجب عليكن أن تسمعن وتجبن. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. İkinci kısmı da doğru yanıydık. İşte cevap verdi diğer kısmı. Mesela vazife ula. وظيفة ألف، استمع إلى السؤال ثم اختر الجواب. السؤال برمى سؤال ليش تسلى شو سؤال جاء. مثلا سؤال أول خد تيست يوشب ألف يناسب ما بام يجيم سراز بيلجلاش لكري ما يكينش سؤال برمى Baktıyor. Sual verime. Ucu sıraz cevap bilgileşir ki. Ki ma ikinci sual verime. Ama seni ver bu yanımda. Resim yolu bir orası. Şunu arlayayım mı? Vadih avle. Vadih. İzan sual avval. Birinci sual. Sual avval isma'na ceyiden. Mâzâ te'kulu fil gadâi? A'udu hatta selâsin ve ihtarnel cevâb. Da'na el-dâire havlel cevâb as-sahîr. Doğru cevap kim? Doğru bilen veriyelim. ماذا تأكل في الغداء؟ السؤال الثاني كينج سوال هل تشرب القهوة؟ السؤال الثاني هل تشرب القهوة؟ هل اخترنا الجواب؟ السؤال الثالث أين يسكن أحمد؟ أين يسكن أحمد؟ السؤال الرابع في أي كلية تدرسين؟ في أي كلية تدرسين؟ يعني السؤال الثالث والرابع انتهينا منهما. السؤال الخامس هل اخترتن الأجوبة؟ نعم. والسؤال الأخير الخامس كم ساعة تعمل في اليوم؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ أظن قد أجبنا.
لهذا السؤال أخير أيضا. أرسلنا الأجوبة. قد أرسلت لنا الأجوبة. نعم. وظيفة ب، وظيفة تالية: استمع إلى العبارة ثم اكتب الجواب الصحيح. عبارة نهشت يعني جاب سونيرا تور جواب ياس. هنا أسئلة يجب عليكن أن تجبن. نسمع أولا العبارات قبل أن يحصل بشتيل. أعمل في المستشفى. أحمد مهندس يعمل في شركة كبيرة. يذهب إلى الشركة بالحافلة ويعمل 6 ساعات في اليوم. أكرر: أعمل في المستشفى. هذه عبارة على حدة. هذه العبارة أولى انتهت. أعمل في المستشفى، تمام. عبارة تالية: أحمد مهندس يعمل في شركة كبيرة، في شركة كبيرة. يذهب إلى الشركة بالحافلة ويعمل 6 ساعات في اليوم. محمد مدرس يدرس في المرحلة المتوسطة ويذهب إلى المدرسة بالسيارة ويعمل 4 ساعات في اليوم. هذه العبارة أخيرة أكررها. أخرج معلومات قيمة محمد حقدكنا. محمد مدرس يدرس في المرحلة المتوسطة ويذهب إلى المدرسة بالسيارة ويعمل 4 ساعات في اليوم. أجبنا إلى هذه الأسئلة مستفيدا من المعلومات التي قرأت أنا. موقعاً حاضر متندن فايدلانب سؤالك جواب بريد. أجبنا إبدأنا الكتابة الأجوبة. لكتابة الأجوبة سأعطي دقيقتين. حسنية أنت تأخرت. هذا القسم لابد من الاستماع. إيش تبقلنا دقيقة ما شخطي بوشان شو خما كرشن خوغلاب خما جي تلفون شخودة أذكر ما قال لك ما خد يعني شنو أقلب وقشم كيري. Xusniya hazır mən sizə mən bir sual oxuyuram, siz cavab tənləyirsiniz və bunu ham keyingisini ham bir mərtə oxuyub verəm.
وظيفة أولى، استمع إلى السؤال ثم اختر الجواب. صور ليش تستي جواب تانيس مناسب جواب. سؤال أول، ماذا تأكل في الغداء؟ السؤال أكرر مرتين ويكفي. فقط إكي مرت تكرر لماس زوج جواب بالجلش إسكري مينوت بير الميدون. أكرر، ماذا تأكل في الغداء؟ السؤال الثاني، هل تشرب القهوة؟ أكرر، هل تشرب القهوة؟ حسنية، هل أنت تختارين الجواب؟ نعم. السؤال الثالث، أين يسكن أحمد؟ أكرر، أين يسكن أحمد؟ السؤال الرابع، في أي كلية تدرسين؟ أكرر، في أي كلية تدرسين؟ السؤال الخامس الأخير، كم ساعة تعمل في اليوم؟ أكرر، كم ساعة تعمل في اليوم؟ حوار تالي، ليس الحوار بل المعلومات، النص تيكست قيمة وش تيكست جبار معلومات لنا ما نشرق جواب برشيس كده. أعمل في المستشفى، أحمد مهندس يعمل في شركة كبيرة، يذهب إلى الشركة بالحافلة، ويعمل 6 ساعات في اليوم، محمد مدرس يدرس في المرحلة المتوسطة ويذهب إلى المدرسة بالسيارة ويعمل 4 ساعات في اليوم. انتهى النص. الوظيفة التالية، ننتظر قليلا حسنية. هل أجبتي للأسئلة يا حسنية؟ مسلمة، هل أنت أيضا تأخرت؟ هل فعلت كلا الوظيفتين؟ برين تنقلم بعدين على قلين 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 نما قبو ما جاموسيس قلت دوامي تورين قبو لاسس حال ما كيني سنو قيانمي وقلين تجاتين كتير. هل انتهينا؟ مسلمة انتهيتي؟
انتهيتي مسلمة؟ مسلمة أستاذ هل انتهيتي؟ لا أين توقفتي؟ أين أنت؟ في أي سؤال؟ جنسة اسمعي النص مرة أخيرة، اسمعي. أخرجي مرتوقة. أعمل في المستشفى. هذه جملة أولى، انتهت. فقرة تالية، كين جابزس. أحمد مهندس يعمل في شركة كبيرة. يذهب إلى الشركة بالحافلة ويعمل 6 ساعات في اليوم. هل أجبت؟ أجبت يا مسلمة؟ ماليش أجبت؟ هل أجبت؟ جواب بيرديزما. اسمعي في تحت، وموجود الجواب للسؤال الرابع أيضا. تورتنج سوال جواب يا موجود كت ونيام تيز جواب بيرشيس كيري جواب بيرديزما. يا حنان دورتي يوزين يوزين سنة أكين لارن خال دوام نوخ جانم يوغو ودوام نوخ سما بنيام خوب كتوت خمس خوب كتوت تيز تيز يوزش كيري وجو مثلا مع المعلومات وقوة مام سوال كي جواب يوزب كتش كيري سيرتفكات امتخانة ده شنو قبول هذا ish tutirasiz qo'lingizdagi narsaga qog'ozga javob yozishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa qilib mandaki 10 soat kutmaydi. Bitta o'qiydi, siz javob yozishingiz kerak. To'rtinchi savolga javob berib bo'ldingizmi, Muslima? Nima deb javob beryapsiz? يذهب الشركة يذهب إلى شركة بالسيارة Hiç mert okudum ki itibar bir dursuz bulmaz mı? يذهب إلى الشركة بالحافلة بدأ. Bitti soval izgi sıraz cevabı okup durmayayım ama cevabı uzun et veremem kundi. Malumat değişti. Kim sovalge karab cevabı veriş buluş gereği. Kup yazsa tizro yazı diyen boladı insan. Kup yazması sikin yazadı.
Shuncha mashq qilib beraman, har doim ko'p-ko'p yozishga. Davomini o'qiveringmi? Bu bo'lmaydi bunaqada, tez-tez javob berishga. Hozir mana shuncha odam kutdi. Husniya, siz javob berib bo'ldingizmi? Husniya chiqib ketganmi? Niye siz cevap ver buldunuz mu hamasiga? Yo Muhammad hozbab qaytaraman bermagan bo'lsiz. Oxirgi marta qaytarishim lekin. Muslima eshitib turing. Ha. Shunchaqa 5 marta o'qidim men matnni. Muhammadun mudarrisun yudarrisu fil marhalatil mutawassitati. Uzun mantı 5 ve 6'ını cevap yiyem ketti uzun. Muhammedun mudarrisun yudarrisu fil marhalatil mutavassitati. Ve yazhabu ilal madrasati bis seyyarati. Ve ya'malu 4 sa'atin fil yevmi. Muslima bir minut kutib tura olaman, keyin boshqa kuta olmayman, keyingisiga o'tamiz endi. Shuncha imkoniyatda ham yozmaganingizga bu yog'iga uzr. O'zingizdan ko'ring. Vaqt ketdi, bir minut ketdi, boshlandi uzr. انتهت الدقيقة. أرجو أنكن صورتن وأرسلتن الأجوبة. وظيفة تالية. كيمي ماشق. الوظيفة التالية الإملاء. ديكتانت. أملي الكلمات. سوزلاند. Diktovat qilib turaman. Aytib turaman. Va mubasharatan indama umalli uktubni. Sraz men aytib turaman, yozinglar. 2 soat kutmayman diktantda shundoq etiladi. Bir lahza kutilishi mumkin. Mayli 3 kecha sanayman. Har bitta so'zda boshqa kuta olmayman. Ismani jayida. Kalima ula. Birinchi so'z. Karra. Vahid. Isnan. Salas. Ukarriru. Karra. Au ukarriru. Salas marrat. Sanami mende 3 marta qaytaraman bundan ko'ra. Kalima taliya. Saniya. Ikkinchi so'z. Alim. Alim. عليم ثالثة حاد 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 رابعا مالطا
Mata. Mata. خامسة كاهل 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 كتبت لنا هل كتبت لنا أو لا؟ الو من لم يكتب من بقي في اي كلمه كم قب كت قاي سوز قب كت لا يوز دي لا ما جي جواب برمي ابسل ميكروفون مو تشوم انا بلا اشلم ابت الميكروفون يوز دي كتس الو اوزم ايشتو السلامه ايش تامس؟ ما كي جواب بير ما دي لهم ده. هم ياز بولد ما بيشنش سوزة. هم بولدك. مشتري سيز اواز ايش چخم يابده. حسنية. كلمة سادسة. ألتنش سوز. قال. 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 يتنش سوز. سابعة. سعل. سعل. سعد ثامنة أخيرة فطنة 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 يعني فطنة وظيفة دال استمع واختر الكلمة الصحيحة هل انتهيتن من وظيفة جيم؟ وظيفة دال عند سوزيش تسلدي كين قايس سوز اوقيانم كاك تيست كي اوخشب تان ليس لا قايس انا اوقيانم سا موشنجي بتيش كي قويس لا شنار ليما كلمة أولى خانة أكرر خانة ثانيا كلمة ثانية يعني حوى حوى ثالثا كلمة ثالثة كل كل كلمة رابعة رابعة
عصا عصا خامسة ألم ألم سادسة طابة طابة سابعة يتنجسوس قرة قرة وكلمة أخيرة ثامنة فطنة أكرر فطنة هل اخترتن الكلمات الصحيحة؟ كان الذي نام؟ أنت الذي صورنا وأرسلني إلى المجموعة. رسم جوالك ورخ جوالي وظيفة ها يعني وظيفة تالية كينج وزير استمع إلى الحوار ثم أجب بنعم أو بلا صحبات أقيمة حاضر حوار ديالوج أقيمة ديالوج إيشته ماشي قبل تغرم يوما نعم يوكي لا إكس يوكي بتشكي قلب جواب بريل جاب لنا عندك بيلج قويلة نطور بس إكس تور بس بتشكي قويس واضح؟ نعم نضع علامة خطأ أمام الجملة التي خطأ ليست صحيحة ونضع علامة صحيح أمام الجملة الصحيحة. نبدأ الحوار. متى تستيقظ يوم الخميس؟ أستيقظ قبل صلاة الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي في المسجد. متى تنام؟ أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا وصحيفة. أكرر مرة ثانية. كنش مرت تكرار لما؟ أولا قبل التكرار هل الكلمات واضحة؟ كل كلمات واضحة أو لا؟ أية الكلمات غير واضحة؟ شرط أنا ماذا؟ بتشكي قلش كريم تور يبكي؟ سوز لا حماس تشنار لما؟ من لم يفهم بعض الكلمات؟ من؟
Kim so'zlanish uchun menga nega tez-tez javob bermaysizlar? Men hozir ketishim kerak. Tez-tez javob beringlar. So'zlash tushunarli. Tushunarli. Hal ukariru marra saniya aw qad ajabtunna? Ikkinchi marta takrorlaymi yo javob ber bo'ldinglar? Ber bo'lmagan bo'lsanglar aytinglar tez-tez. Ikkinchi marta takrorlayman, lekin o'sha oxirgisi bo'ladi. Ukarriru la la muslima anti ajabti ma'nini qaytarib beraman mata siz o'zi qatta qoldingiz hali bitta ham belgilamadingizmi belgiladim boshida ikkitasi qolib ketdi aha mata tastayqizu yawmal khamis استيقظ قبل صلاة الفجر هل فهمت هذا؟ نعم جواب برديز ما؟ نعم لماذا بجواب برديز؟ بتيجك قوي ديز ما يكس ما؟ هذه الجملة صحيحة استيقظ يوم الخميس مبكرا استيقظ قبل صلاة الفجر ha chunki vohli turaman deyapti-ku e'tibor bilan eshitsangiz bo'ldi o'zi oson emas ayna tusolli al-fajr usolli fil masjid уже ikkinchi yo'q уже ikkinchi o'qilmaydi уже ikkinchi ham kirib ketdi shunga javob berib ketishingiz kerak birinchi o'qigan anaqa savol javobdan keyin уже бір ikki кет болды. Айна тусолли фаджр деді. Усолли фил масджид деді. Уже учам кетті. Мата танам? Анаму бада салати. Маза тафалу фи сабах? Акрау китабан ва сахифатан. Интахайна. صورنا وارسلنا سريعا نبدأ هل نبدأ أو لا جيد اكتب العبارة التي تسمعها عند منا بويا سوز لانا ديكتان تقل ديجا عند جاب لانا ديكتان تقل ما يعني ايت بدراما سلا يوزاس تمام املاء العبارات املاء الجمل جاب لانا ديكتان املل الجمل وانتن تكتبنا سريعا جملة أولى أو العبارة أولى أحمد مهندس أكرر جملة أولى أحمد مهندس واضح أو لا؟ واضح جيد هل كتبتن الجملة الأولى؟ نعم جملة ثانية أبشر معنا برنت سنف لأسي كين يوزدي وشان يموز لاشتر بيتون شو نعم يوزو مسيلة شعرنا نقول جملة ثانية أستيقظ مبكرا أكرر جملة ثانية أستيقظ مبكرا هل كتبتن؟ خلاص انتهيتن أو لا؟ جملة ثالثة على كل حال فاطمة تقرأ القرآن
أكرر الجملة الثالثة. فاطمة تقرأ القرآن. جملة أخيرة. يذهب إلى المدرسة. يذهب إلى المدرسة. انتهت الجمل. together. صورنا وأرسلنا إلى المجموعة. رسم جاولك روح كتاشي. وظيفة تالية. ثانيا قسم تالي يعني القراءة والمفردات. اشتب جاب اشتب مس بو اوقب سوز لانو چونش چتگر ينگي سوز لانو چونش. وظيفة ألف اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. أنا بنجي وقت برنا gap o'qib quyidagi savollarga javob yozishingiz kerak ekan. Li hazihi vazifa sawati daqiqatayn yakfi aw la? Hal yakfi daqiqatayn? Ha. 2 minut yetadimi? يوغ تديز ما؟ نعم نعم ما؟ جيد. إذا نبدأ. واحد اثنان بدأ الوقت. انتهت. انتهى الوقت.
Vaqt tugadi. بهذه الوظيفة نكمل الاختبار اليوم ونجسن تجد عمز مع شو الوظيفة بلان وجان لارنا كينج دارس قنامس چونكي حالة كوب بي كينج دارس تجد عمز مع شو الوظيفة هل أكملتنا؟ تويتي لاما نعم أو لا لا تتي لاما لا إذن إذا أكملتنا أرسلنا في المجموعة وفي الدرس القادم إن شاء الله يوم الجمعة في أي وقت تريدنا يكون الدرس لو تريدنا صباحا أو مساء لا فرق يوم الجمعة سأكون في البيت لا أذهب إلى الدرس لأن يوم الجمعة لا يكون الدرس جمعة كنو يده بولا ما خوخ لغي بايت إلى دوت سي بولا ده وقش كي كي تمي ما چونك جمعة كن درس بولا ده وتكي خبتا يم بولا ده استاز لده ما وشار كن جمعة كن شمان چون جمعة كن بولا درس مس واضح جمعة كن تغيط قيامس دوام مع السلامة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنا